أنا نبني على هذا، على هذا القرار. القرار يتعلق يعني بحاجة لدراسة متعمقة. طيب هناك كيف مآخذ على نبني القرار، أستاذ أمجد؟ أحد كيف؟ هذه المآخذ هو أن القاضي، أن المحكمة أقرت بأن على حماس، وهي ليست دولة بل حركة مقاومة، أن تطلق بلا شرط جميع المحتجزين. وأنا أعتقد هناك كان هناك يعني إساءة لمفهوم القانون الدولي، أو أعتقد أنها لم تكن موفقة بهذا القرار، لأن المحتجزين ليسوا مدنيين بالكامل، هناك 250 عسكري كانوا يحاربون، ولذلك أن تأمر المحكمة بالإفراج عن هؤلاء مقابل لا شيء وبدون شرط هو إجحاف بحق الشعب في الوطن الفلسطيني. هذه مسائل أعتقد أننا خسرناها في هذه المحكمة، وكانت خطأ بالأساس. ولكن أعتقد هذه القضية أو هذا القرار هي جرعة كبيرة كنا بأمس الحاجة إليها. تخيل لو كان القرار غير ذلك ومحبطا لنا ولشعب القطاع، لكان مأساة. ولكن الآن أخذنا جرعة كبيرة حقيقية. أما عن سؤالك، ما فعالية هذا القرار؟ فعاليته بأننا أولا تم تسمية على الأقل 2 من المسؤولين الإسرائيليين، جالانت وهاتسو رئيس الدولة، وهؤلاء أيضا فورا، وهناك وزير آخر كذلك، وزير البنية التحتية أو شيء من هذا. وهذا وما يعني هذا؟ يعني أن بالإمكان الآن الحصول على مذكرات لتوقيف هؤلاء أينما كانوا خارج دولة الكيان الصهيوني. يعني قانونيا يعني يمكن البناء، بدأنا المعركة الفعلية. أستاذ أمجد، هل يمكن البناء فعلا على هذا والذهاب إلى جنائية دولية على سبيل المثال؟ نعم، رغم أن القرار كان قرار في مدى إمكانية تحويل القضية وإبقائها في ملفات المحكمة وتحويلها إلى الجزئية الثانية التي يدرس بها بعمق مدى وجود عمليات إبادية، وأن تكون ارتكبت دولة الكيان الصهيوني جناية الإبادة. الآن أقرت المحكمة أن هناك بوادر، هناك دلائل بأن جرائم الحرب، ويعني بالاسم أشار إلى التحريض الذي قام بها هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، مما يعني أنه بالإمكان البدء بأخذ الإجراءات لتوقيفهم. إذا يعني لو كان رئيس دولة الكيان الصهيوني الآن في سويسرا بعد هذا القرار، لربما كان من يعني شبه مؤكد أن يتم اعتقاله.